مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقاؤك. مشاهدينا الكرام، بداية ومع قدوم عام 94 نقول لكم كل عام وانتم بخير، والله يجعل هذا العام عام خير وبركة على جميع الإخوان هنا في الكويت وفي خارج الكويت. نبدأ معاكم أولى فقراتنا لهذا الأسبوع وهذا الخبر. عزيزي المشاهد، من جديد المشروعات السياحية البدء باستخدام صالة التزلج الصغرى كمسرح مغطى، وذلك بتغطية الجليد بمادة عازلة واستخدام الأرضية والمدرجات للجلوس ومشاهدة العروض المقدمة. ويوم الجمعة 31/12/93 والسبت 1/1/94 ولأول مرة بعد التحرير يقام مهرجان غنائي للأطفال، وهو مهرجان يا طفل الكويت، والذي خصص لإضفاء السعادة ورسم الابتسامة في قلوب الأطفال الأحباء. شارك في هذا الحفل فرقة النمر الوردي وفرقة المرجان الكويتية، ثم الفنان عادل رويشد، وأخيرا ختم الحفل الفنان المحبوب محمد البلوشي. وقد تميز الحفل بكثافة الحضور والتجاوب الكبير بين الأطفال والشخصيات الموجودة، والتي كانت تشارك الأطفال الفرحة والسعادة. صخة صخة. I'm
على وقتك يا مين بلادي لا قال تشوف وسط الناس خير هذا اليوم. عزيزي المشاهد خليك معنا الآن وإعلانات مرافق شركة المشروعات السياحية، وأولى هذه الإعلانات عن منتزه الخيران. يسر إدارة منتزه الخيران أن تعلن للسادة الرواد الكرام عن توافر فرصة تأجير خيام بالمنتزه في الفترة من 29 ديسمبر وحتى 31 مارس 1994 للعائلات فقط. شروط التأجير: الخيمة مقاس 4×6، السعة 5 أشخاص 2 كبار زائد 3 صغار، والزيادة عن ذلك يدفع 4 دنانير لكل شخص عن كل ليلة. أرضية الخيمة مفروشة فقط، ويسمح للمستأجرين باصطحاب مفروشات معهم. قيمة إيجار الخيمة 20 دينار عن الليلة الواحدة. يحق للمستأجر إدخال سيارة واحدة للمنتزه. يتمتع مستأجرو الخيام بكافة التسهيلات والبرامج الترفيهية للمنتزه. عزيزي المشاهد، يسر إدارة الحدائق أن تعلن للجمهور الكريم بأنهم على موعد مع فرقة الغريب ومهرجان عرضة وسامري يوم الجمعة الموافق 7/1/94 الساعة 3:30 عصرا في الحديقة السياحية الكائنة قرب المطار الدولي، وسوف يكون الدخول مجانا للحديقة، علما بأنه ما تزال عروض سيرك النجم الذهبي مستمرة بنجاح متواصل. وأيضا تقرر من إدارة الحدائق للجمهور الكريم على فتح أبواب الحدائق واستقبال الرواد الكرام، وذلك بشكل مجاني خلال الفترة الحالية، علما بأن العطلة الأسبوعية لإدارة الحدائق يوم الأحد. أعزائي المشاهدين، تحت شعار الصحة مع كل خطوة، يتبنى بنك الكويت الوطني يوم المشي الرياضي الأول، والذي سيتم يوم الخميس 13/1/94. يبدأ السباق من مسجد الشيخ ناصر صباح الناصر وينتهي في الجزيرة الخضراء، وهناك أكثر من 60 جائزة تنتظر الفائزين، بالإضافة إلى فرق موسيقية وحفل ختامي في الجزيرة الخضراء. للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 244
4244. عزيزي المشاهد خلك معانا، وهذا الخبر عن إدارة الأبراج التي حقيقة بدأت باستقطاب الجمهور، وذلك لكثرة البرامج وكثرة الاحتفالات في أبراج الكويت. عزيزي المشاهد، لإسعاد والإمتاع وخلق جو من الراحة والترفيه غاية يسعى كل مرفق من مرافق شركة المشروعات السياحية إلى بلوغه، وهذا ما يتجلى واضحا في إدارة الأبراج، حيث استقطبت شريحة معينة من المجتمع وصبت عليها نتائج أفكارها المستحدثة. فلقد تم تقديم شاي الضحى للسيدات يوم الثلاثاء من كل أسبوع في مقهى لاكافيه، حيث اللقاء والصحبة وتبادل الأحاديث، وهكذا إلى أن بدأت الفكرة المستحدثة بإثبات وجودها. فلقد تقرر تخصيص يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لاستقبال السيدات التي لنا في آرائهم خير مرشد ومعين. والله رأيي بصراحة بالنسبة للأبراج، هني شاي الضحى كان وايد ممتاز، وكان الخدمة كانت فيه راقية وكل شيء كان تمام، حتى أسعارهم وايد مناسبة. بس في شغلة بسيطة، إن البوفيه يعني عدد الكراسي فيه قليل، فلو يعني لو في ناس بيون يكون ينتظرون مدة على أساس لما يدخلون، بس ياريت إنه يوسعون المكان لأن الفكرة كانت وايد وايد ممتازة. الحقيقة أنا زايرة الأبراج أكثر من مرة، وطرح الفكرة هذه الجديدة اللي هي شاي الضحى أتاحت لنا الفرصة إنه يكون في مجال الواحد ياخذ راحته، في إنه يكون كله نساء، وتعرف على عدد من الصديقات، ونلتقي هني بعد عناء وتعب طول الأسبوع. الفكرة وايد جيدة وحلوة، ولكن ينقص الحقيقة اتساع المكان، فالمكان ضيق ويحتاج إلى مساحة أكبر، لأن في أعداد قاعد مثل مدارس أو شيء تلتقي هني، فننتظر أكثر من نص ساعة أو ساعة حتى. هذه فكرة. فكرة زيادة في عدد المأكولات، بعد في المفروض إنه يكون في تنوع أكثر من ناحية الأجبان أو أنواع أخرى. كذلك لو يعني استحسن إنه يكون في فكرة غداء عن الإفطار حلوة، ويكون كذلك فكرة غداء. فالحقيقة هذه الأفكار كلها زينة، ويزاهم الله خير المشروعات، كل ما لهم في تطور مستمر، ونرجو لهم التوفيق إن شاء الله باستمرار. صراحة الفكرة وايد حلوة، بس ليت المكان يكبر، ولمن إني يا ليت ما نتأخر وإحنا ننطر. ويعني هو الصراحة يعني مكان حق الحريم، يعني بس حق يعني مو حق يعني الريج، هذا اللي عجبنا يعني فيه. عزيزي المشاهد، في الختام نقول لك احرص على زيارة مرافق شركة المشروعات السياحية التي حقيقة تقدم برامج ترفيهية وبرامج جيدة للأطفال وأيضا للكبار. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقائك.